كي راجعي عندي ما تخافي ما والو، ما غنضربك ما حتى شي حاجه غير هاجي. اش ديت صويتك ودرت على صدري؟ كي راجعي عندي سلمى ما يضربك لا 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 خو قلت شي حاجه، خوالك في برا كيقولك غير هاجي غير هاجي. خالك راه مصيفط لك 60000 ريال قال لي سيري تكسبيها سلمى، كره ما عندها باش تكسب ولا شي حاجه، غير هاجي سلمى ما نضربك ما والو، ما كاين اللي يمسك. خوك راه كيبكي كيقولك هاجي عندي، يقولك ماما الا بات سلمى غنقتل راسي. الا سلمى جي عندها بنتي ما نضربك ما والو، انا فرحات عليا كاع الدريات كيخرجوا بحالك ماشي مشكل، غير جاي عندي. الا كنتي كتشوفيني غير جاي عندي سلمى، راه قتلتينا سلمى اليوم، راه ضليت بحال المصديه في الزنقه. الدريات كيجريو معايا ساره ربيعه كلهم معايا، الدراري مسكن عتبه نضل معايا اليوم في المكناس كنجري ونقلب، والدريه اللي نشوف في المكناس كنمشي نجري كنقول كرهية نطلق كنقول كرهية. بنتي مازال ما درنا ليها والو، ما كيضربهاش خوها وما كنضربهاش انايا، واكله زعما شاربه مكسيه ما خاصها حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما كيضربها في الدار ما والو. هي ملي بغيت نمشي للخدمه انا البارح وجدت حوايجها ديال المدرسه والطابليه وكلشي فوق الطابله، عمرت ليها المكانه ونخرجت للخدمه مع 6:30 وهي ناضت، قالت لي ماما عمري لي المكانه مع 8:30 غنقرا، عمرت ليها المكانه وصونات، قالت لي جداها ناضت ولبست الطابليه، لبست السروال الكحل ديال الجين ولبست ثاني الجاكيطه ديال الجين ديال الكويره في الكحل وخرجت مشات. وملي خرجت مشات من تما قالت ليها غادي نقرا، من تما ما شفت بنتي لا والو. كان عيط للدري من الدار كنقول ودي اختك وجدت، كيقول لي لا ما جات ما كاينه ماما، ماما ما كاينه لا اختي لا والو. من تما جيت كنجري من الخدمه للمدرسه، لقيت المدرسه سدات، واليوم تاني مشيت للمكنس كنقلب بحالتي مسطي عليها ما بان ليا والو. مشيت ديكلاريت البارح قلت لهم بنتي راه تخطفات لي راه ما كايناش، ومشيت تاني للكيران اش غنقول لك، قال لك راه شفناها نزلت في المحطه مع شي مرا وشي دريه والله اعلم. ومشيت كنقلب في المكنس راه ما لقيتها ما والو، قلبت عيط بحال شي مسطيه، وديكلاريت تما تاني في البوليس راه ما بانت ليا ما والو، قلبت عيط وعطيت تصاورها وفرقتها ولحت في فيسبوك، ما نطلب ربي ما يرزينيش فيها، عندي عجوز. الحمد لله بنتي راك تي كتشوفيني غير اجي سلمى، ما تخافيش غير اجي عندي، ما ندير لك حتى حاجه، خوك يقول لك غير رجعي للدار ما كاين اللي يضربك، غير اجي عندي ما تخافي ما والو، ما غنضربكش بنيتي راكي باقا ما عارفه والو، انت الصغيره غير جي عندي للدار، اجي عند بنيتي ما تخافي ما والو، اجي راه خوالك راه جايين اليوم. عندها هي دابا شهر واحد غتكمل 14 عام، باقي ما كملتش 14 عام، شهر واحد غادي تكمل ان شاء الله 14 عام، نهار واحد في شهر واحد غتكمل 14 عام. ملي مشيت للمدرسه لقيتها سادين ما جاوبني حتى واحد، حتى واحد ما جاوبني في المدرسه لقيتها ساده، وما المدرسه كيسدو مع 2:30 صافي كيسدوها، انا ملي جيت ديك الساعه كانت الخمسه بحال هكاك لقيت المدرسه مسدوده صافي. وجيت كنقلب في الزنقه بزنقه والو، مشيت للكوميساريه ديكلاريت بيها، ومن تما مشيت للمحطه قالوا لي، وريت لهم تصاورهم قالوا لي ودي راه شفناها في مكناس نزلات في المحطه ديال مكناس مع واحد المراه وواحد الدريه صافي، هادشي اللي قالوا. اول مره ما عمرو، اول مره ما عمرو طرات لي شي حاجه من غير هادي، ما عمرها زعما هربت ليا من غير هادي، ما ضربها شي حد، ما نعصرها شي حد، ما قال لي حتى شي واحد شي حاجه، هادشي طرا لي البارح في الصباح. ما عرفت اخويا الله اعلم، حتى واحد ما كيضربها ما والو، ما حتى واحد ما مخسرها ما والو، حاجه اللي بغات كنحضرها ليها الله اعلم. سولتو صحاباتها؟ سولنا صحاباتها ما قالوا ليها والو، ما قالت لهم هي والو، حتى حاجه ما قالتها لهم. هادشي اللي طرا ليها طرا ليها البارح في الصباح ملي خرجت للمدرسه، هادي هي خرجتها ما رجعت ما والو. شوف اخويا اللي لك تشد ليا بنتي راه ما تخاف ما والو، راه داك الشيء عاد اخويا، راه ما عندي باش ناديك ولا شي حاجه، غير صيفطها ليا اخويا في الكار
وما حتى حاجه ما غطرك من جهتي ما والو. وكنشكركم المغاربه كاملين اللي كتشوفوا لي بنتي وعاونوني، صيفطوها ليا لا ركبوها ليا، اتصلوا فيا فين الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. انا ما عنديش اللي يجري معايا، راه عندي غير الله. ونطلبكم المغاربه خويا عاونوني، الله يعاونكم في حج النبي، الله يرحم لكم الوالدين اخويا.